السؤال التالي. شيري، طيب يا جماعة. طيب بصوا، عادة كده بتبقى فيه بينك وبين حد، الحد ده ممكن تبقى مثلا أختك يا دودو، ممكن يبقى نديم، ممكن يبقى بابا ماما، بينك وبين وسام، بيني وبين خالد، غنوة كده ليها ذكرى. يعني أول ما الغنوة دي تشتغل تلاقيكوا كده ايه، بتبصوا لبعض نظرة معينة، تفتكروا موقف معين. غنوة ايه وبتفكركوا بيه؟ طبعا الأغنية اللي احنا رقصنا عليها في يوم الفرح بتاعنا. كانت ايه؟ مش فاكر. ما تهرجش. لأنها كانت إنجليزي. طب وانت رقصت على إنجليزي ليه؟ بس لما بسمعها بفتكرها، لكن اقولها لا ما اعرفش. طبعا مش انت اللي اخترتها اصلا. طبعا مراتي هي اللي عامله ده كله. والاغنيه بتاعت ام كلثوم الف ليله وليله، لما سمعتها قعدت تعيط في العربيه. كانت اول مره تسمع ام كلثوم. صح، انت حكيت لنا ده قبل كده. خلاص بقينا عارفين كده تفاصيل عن بعض. طب وانت يا دود ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ انت ما تسمعيش اغاني؟ بسمع اغاني طول النهار والليل. طب امال ايه؟ ما عنديش اي ذكرى مع اي حد في اي اغنيه. فعلا؟ اصل ماما مش غاويه مزيكا. يعني تلاقي رحله مثلا انت واصدقائك، ففي اغنيه معينه دي انا فاكره قوي من الاغاني القليله اللي ماما كانت تسمعها في العربيه او اللي احنا كنا بنحبها، اغنيه الاستاذ هاني شاكر، علي الضحكه دي جميله، علي في السماء يا هني. شفت جددتي فيها طاقه. الله الله. وايه تاني؟ الشمس تجمعنا يا بعيد. ده محمد خطيره. بس دي ذكريات الشباب بتاعت الشمس تجمع. ولولا كنت تسمعي الحاجات دي فين؟ لولا 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 مع اصحابي بقى في الشارع. في الشارع. شرايط. فاكره الشرايط والحاجات دي؟ ده الشرايط ده ما كانش بيفرق. يعني ماما ما كانتش غاويه قوي مزيكا، بس لما كان بابا يسافر تحط سميره السعيد مش هتنزل عنك ابدا، تقعد تعيط في العربيه وانا اقعد جنبها بقى نغني على الاطلال. عشان انت عارفه بحب جدا عدويه. خطير طبعا. طب انا عايزه اقول لكم، انا فاكر حسن الاسمر يا جماعه كان الله يرحمه كان بيقتلني طبعا. يعني طبعا هو احط شريط كتاب حياتي عين كنت حلوه كده بتاع ايه 10 سنين ونقعد. طب ليه اعيط؟ يعني انا شفت ايه؟ هاي نقعد نعيط. بعيط كتابي ده، احنا نوته لسه لسه صغيرين. وعيط كتاب حياتي. بعدين كنت بسمع ماجده الرومي وحسن الاسمر، يعني اللي هو ايه، ميكس. الميكس. ميكس. ميادة الحناوي. كده يعني. بس بسمع حاجات قديمه يعني، كنت صغيره قوي. بس انا بعشقها. بليغ حمدي الفتره بتاعت بليغ حمدي مع اي مطرب على فكره او مطربه مرعبه. عفاف راضي صحيح كانت مرعبه. بسمع عفاف راضي كتير جدا جدا جدا.